أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في المدى مؤسسة أمريكية رغبة النازحين بالعودة لمنازلهم بدأت تتلاشى. نطالع في صحيفة البصائر، القوى السياسية تتصارع على آخر وزارة شاغرة في حكومة بغداد. وجاء في الزمان، تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وسحب يد مسؤولين في النفط. نقرأ في القدس العربي، كوشنر يفتتح ورشة المنام بإعلان شطب المبادرة العربية. ونطالع في العرب الجديد، هنية يدعو عباس إلى لقاء لتحقيق الوحدة ومواجهة صفقة الخرق. نطالع في الخليج الإماراتية، الانتقالي السوداني يقبل المناصفة بالمجلس السيادي. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط، ترامب يتوعد إيران برد ساحق إذا هاجمت أمريكا. أهلا بكم. يستطيع المتابع للشأن العراقي أن يرصد المشهد وهو مكتظ بالفوضى السياسية التي أخذت تمور وتتطور بموازاة انشغال طرفي اللعبة في العراق بصراع استراتيجي تكتيكي يرسم خطوات متقدمة في مشروعهما المشترك في المنطقة، حيث جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن أدوات عملية سياسية تحاول لفت النظر صوب حركة أخرى تستورد الفئة الحاكمة في بغداد من خلالها فصلا جديدا يأخذ وقتا كافيا نسبيا من التداول بين أروقة التحليل والرصد بهدف إشغال الشارع وتشتيت انتباهه. من هنا جاء الإعلان عن محاولات إكمال التشكيلة الحكومية لبعض الوزارات على الصورة التي ظهرت فيها آثار مخصصة طائفيا وحزبيا وسط سجال مألوف ومزاحمات معروفة، أرجأت مرة أخرى إكمال نقص حكومة بالية ضربت بعوجاجها وتشوهها كل الاعتبارات السياسية والنصوص القانونية بما فيها دستور العملية السياسية، رغم أنه عليل ذو عوق. ويبدو أن حكومة بغداد الحالية لم ولن تتقن عملية ترقيع تشكيلتها، لأن العبرة ليست بسد فراغ في قائمة أسماء الوزراء بقدر ما هي متعلقة بمسار البرنامج الحكومي. تسمية وزير للدفاع وآخر للداخلية لن تغير من الواقع العراقي المتهالك شيئا، فحينما يصرح قيادي في إحدى مجاميع ميليشيات الحشد عشية انعقاد جلسة تقديم المرشحين للوزارات الناقصة أن فصيله قادر على أن يصفي رئيس مجلس النواب وهو في غرفة نومه، فإن معطيات الحالة العراقية تؤكد على استمرار فوضى تديرها ميليشيات باتت تتحكم في كل شؤون منظومة الحكم في بغداد باعتبارها أداة إيرانية المسار أمريكية التوجه لا تخرج عن إدارة مشتركة بينها حتى وإن افتعلت أزمة ما مع الأخيرة، فإنها ضمن دائرة محدودة مدروسة تلقي سياسة التخادم عليها ظلالا وارفة. الكاتب يرى أن ما تصفه بعض الأصوات والتوجهات بالتطور في الحراك السياسي العراقي بعد خطوات الحكومة في محاولة رأب تصدعاتها ليس سوى تطبيع مرحلي اقتضته حالة الأزمة التي تغشى البلاد واستجابة راضخة لإرادات متحكمة بمسارها ومصيرها، وهو نمط متكرر من المناورات غير المجدية دأبت عليه جميع الحكومات التي تعاقبت في البلاد لتحسين صورة قبيحة لعملية سياسية مشوهة. واحدة من أبرز المشاكل السياسية في العراق ما بعد 2003 هي أن النظام السياسي عجز تماما عن تأسيس دولة المؤسسات، لأن مرتكزات الدولة مفقودة، لهذا يرتبط مصير الرئيس أو المسؤول الحكومي بالعملية السياسية القائمة، ولهذا فلا قيمة تذكر لما يشاع عن استقالة رئيس الحكومة أو عدمها. مجد سمراء يقول في صحيفة العرب اللندنية إن الحاكم هو شكل مظهري لحكم الأحزاب الطائفية التي تضاعف من قبضتها عبر منظومات الهيمنة الحكومية أو عبر الميليشيات المسلحة التابعة لها.
في العراق رئيس الحكومة لا يستقيل حتى وإن قدم استقالته، لأن الأحزاب الفاشلة هي التي تحكم وهي التي عليها الاستقالة عن حكم الناس بعد فشلها الكبير وفي ظل هيمنة تحالف الفاسدين مع السياسيين. هل سمعتم أن قائدا سياسيا اعترف بالفشل أمام الرأي العام وقدم استقالته من الحكومة قبل أن يقدم رئيس الحكومة سابقا أو حاليا استقالته؟ ودلائل ذلك ما حصل خلال 12 عاما من حكم حزب الدعوة أن رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي بالبلاد، وبدلا من الاعتراف بالفشل لم يتم الاكتفاء بولاية أو ولايتين، بل كان المطلوب أكثر من ذلك. إذا حاول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو المالك لملفات الفساد الكبرى ومن بينها حسب التسريبات ملفات استرداد مبالغ هائلة لدى فاسدين كبار مودعة خارج العراق وتقدم خطوة على طريق الكشف والمحاسبة، فإن الألغام تكشف عن نفسها من بين الرمال الساخنة، ثم تشتغل الجيوش الإلكترونية ضده، وتسريب أخبار الاستقالة جعله مضطرا إلى الإعلان عن عدم صحتها، وسيستمر إلا إذا رغب البرلمان عكس ذلك، أي الكتلتان الشيعيتان سائرون والفتح. وقرار الإزاحة سيتخذ حين تقترب لحظة الخطر في كشف ملفات الفساد الكبرى. الكاتب يختتم بالقول إن إرضاء رئيس الوزراء للأحزاب الكبيرة يعني الدوران في الحلقة المفرغة منذ 16 عاما. هذه الأحزاب لديها خصومة مع الشعب ولا تريد له الخير إطلاقا، وتخشى أن الاقتراب من حافات فضح الفاسدين سيسقطها، وهي معادلة صعبة جدا. ومشروع الاستقالة حتى وإن روض رئيس الوزراء فهو مشروع خاسر تماما، ولهذا فإن تحقيق التغيير بشجاعة هو الخيار الوحيد أمامه لصالح شعب العراق. من المتوقع أن يصوت مجلس النواب قريبا على مشروع قانون مهم جدا يخص أهم مؤسسة في السلطة القضائية، ونعني بذلك المحكمة الاتحادية العليا. علي الرفيعي يرى في صحيفة الزمان أن إدراج نص جديد في مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، يمثل خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزا على مبدأ مستقر في النظم الدستورية. إن إدراج نص في مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية يمثل مخالفة لأبسط قواعد التعاون بين السلطات الثلاث وتدخلا سافرا من السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة القضائية. ومن جانب آخر يكشف عن حال الإصرار والتمادي في تطبيق نهج المحاصصة في أخطر مؤسسة موكلة بحماية المواطن واحترام الدستور، ونعني بها المحكمة الاتحادية العليا. إن عبارة التوازن الدستوري التي أدرجها مجلس الوزراء في مشروع القانون ستمهد الطريق للأحزاب والكتل السياسية المتنفذة في العراق في اختيار القضاة ليس فقط في المحكمة الاتحادية العليا وإنما في المحاكم على مستوى العراق، وهذا يعني تجاوزاً واضحاً لمبدأي العدالة والمساواة اللتين يطلع بهما القضاء. أثبتت تجربة السنوات المنصرمة منذ عام 2003 أن ذريعة التوازن ما هي إلا اقتسام وتوزيع للمناصب والمواقع بين أحزاب السلطة على كافة المستويات، وإذا كان القضاء حتى الآن بعيداً عن المحاصصة على مستوى البلاد فإن إدراج مثل هذا النص سيمهد الطريق للتلاعب بواقع ومستقبل الجهاز القضائي، وهو يمثل طعنة بخنجر مسموم في جسد صاح حتى الآن. الكاتب يقول إن التوازن على المستوى القضائي لا يكون باتباع نهج المحاصصة، وإنما يكون بتوزيع الاختصاصات القضائية من خلال تشكيل محاكم اتحادية ومحاكم محلية في المحافظات العراقية برمتها. كلما ارتفعت وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وجد صدى لها في العراق، البلد الذي تعتبره إيران المكان الأنسب للرد على الولايات المتحدة إذا أي تصعيد أمريكي طبعا. إياد الدليمي يقول في صحيفة العرب الجديد إنه على مدى 16 عاما استثمرت إيران في العراق الكثير، وبات ليس فقط حديقتها الخلفية للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية، بل وإنما أيضا من أهم أوراق الضغط التي تمارسها إيران تجاه أي تحرك أمريكي ضدها.
بات الوجود الأمريكي في العراق بحكم الرهينة بيد إيران التي تمتلك ميليشيات ينضوي كثير منها تحت لواء الحشد الشعبي الذي بات بالقانون مؤسسة شبه عسكرية رسمية. كانت الحوادث في بغداد ومدن عراقية أخرى أخيراً مؤشراً على قدرة إيران في تحريك ميليشياتها في العراق لإرباك الولايات المتحدة، فقد تم استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا، كما تم استهداف شركات أجنبية في البصرة ناهيك عن تهديدات للمتعاقدين الأمريكيين والمدربين في قاعدة بلد الجوية شمالية بغداد التي قيل إن واشنطن قامت بإجلائها على أثرها قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية حصول ذلك لاحقاً. وقد نشأت الميليشيات المدعومة من إيران تحت أعين الولايات المتحدة وعلى مسمعها، فهي التي مهدت لها الطريق، وكانت تلك القوات المحتلة تغض الطرف عن ممارسات الميليشيات الطائفية بحق أهل بغداد، وكثيراً ما كانت تتم العمليات الاغتيال والتصفية الجسدية على مرأى القوات الأمريكية التي كانت ترفض التدخل ومسمعها ولا ترى في ذلك خطراً يهددها، وخصوصاً أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت معنية بمعاركها الخاصة وأجنداتها التي ليس منها مقاومة الاحتلال. الكاتب يرى أن أمريكا هي من وسعت من نشاط إيران في العراق، وهي من سمحت لهذا البعبع أن يكبر تارة حتى تضرب به المقاومة العراقية، وأخرى حتى يتحول العراق إلى مصدر تهديد لمنطقة الخليج العربي، كما إيران لتواصل لعبتها المفضلة بحلب مزيد من الأموال بحجة حماية الخليج من الخطر الإيراني وأذرعه. رأت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها أن الهجمات الإرهابية التي دأبت جماعة الحوثي على ارتكابها ضد المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية دليل على أن الجماعة لا تزال تراهن على التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران طبعا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، وهي بذلك تؤكد بالدليل القاطع ارتباطها بالمشروع الإيراني الهادف إلى إدخال المنطقة برمتها في أتون حرب شاملة شرسة. لقد عكس التوتر الكبير للهجمات الحوثية ضد المملكة في الآونة الأخيرة رغبة لدى الجماعة في خلط الأوراق من خلال الإيحاء بقدرتها على تعطيل الأمن في الممرات البحرية. وكما تفعل إيران في مضيق هرمز، تهدد جماعة الحوثي بتخريب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وهي تهديدات أحدثت قلقاً لدى المجتمع الدولي. لقد كانت خطة الحوثيين واضحة بالإشارة إلى أن التصعيد ضد إيران سيواجه بتصعيد مقابل ضد السعودية والمنطقة كلها، وهي بذلك لن تتورع عن استهداف ناقلات النفط التي تمر عبر البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن جماعة الحوثي تنكر تزودها بأسلحة إيرانية، إلا أن الوقائع تؤكد أن كافة الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية هي بأسلحة من صناعة إيرانية. لقد لعبت إيران خلال السنوات القليلة الماضية دورا سلبيا من خلال اتباع سياسة تقود إلى إشعال الحرائق في دول المنطقة عبر تشجيع القوى المتمردة على الأنظمة وتشكيل الميليشيات ودعمها بالسلاح والمال، وهو ما اتضح في أكثر من منطقة تتواجد فيها أدوات إيران خاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وتختتم الصحيفة بالقول إنه أمام مثل هذه التصرفات الهمجية التي تمارسها ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران يمكن القول إن التنسيق بين الدول والجماعات الإرهابية تتجسد بشكل جلي وواضح من خلال الجرائم التي ترتكبها جماعة في اليمن، وهي جرائم لن تتوقف إطلاقاً وربما تتوقف لا أحد يعلم، وسيكون من الواجب مواجهتها بحزم وقوة. سواء كانت ورشة المنامة ناجحة أو هي بالعكس تماما ولدت ميتة، فإن أخطر ما أعلنه جاريت كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي هو قوله إن التوصل إلى تسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية. محمد كريشان يرى في صحيفة القدس العربي أن العرب باتوا أمام وضعية جديدة بالكامل لم يسبق للإدارة الأمريكية أن تجرأت عليها، خاصة وأن مبادرة السلام العربية تعتبر خطا أحمر لا يمكن لكوشنر أو غيره إعادة صوغها نيابة عن القمم العربية والإسلامية.
أخطر ما يمكن أن يحصل في ورشة المنام التي هي عبارة عن حفل زفاف لا يحضره المعني بالحفل أصلا، سواء كان العروس أو العريس. كما قال ساخرا أحد المعلقين الإسرائيليين، ليس أن تعلن واشنطن بالتنسيق الكامل مع إسرائيل طبعا خطتها للتسوية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، ولكن أن تتبرع الدول العربية بمسايرة هذا التصور، سواء بالموافقة العلنية أو السرية الضمنية أو المباشرة، لأنها بذلك تكون في وضع بالغ السوء. فهي لا تكتفي وقتها بمخالفة ما سبق أن تبنته ووافقت عليه هي نفسها في إطار الجامعة العربية منذ سنوات، وإنما تتقدم خطوة إضافية نوعية في سوءها بالموافقة على شيء نيابة عن الفلسطينيين وقيادتهم بدون رضا منهم ولا تفويض. هذا بالضبط ما كان حذر منه الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية عندما صرح أنه إذا كان لبعض العرب أن يقدموا تنازلات فليقدموها من حسابهم وليس من حساب الفلسطينيين. إذا ما فعلوها، وقد يفعلها بعضهم فعلا ضمن سياق سياسته الأخيرة الطائشة، فإنهم بذلك إنما ينتقلون من مربع خذلان الفلسطينيين في السنوات الماضية إلى مربع الوقوف ضدهم بالكامل. الكاتب يقول إنه من حق أي دولة أن تشارك أو تقاطع أو تنخرط كما يحلو لها في المشاريع الأمريكية بالشكل الذي ترتضيه أو يخدم مصالحها القطرية الضيقة كما يصف الكاتب، ولكن ليس من حق أي منهما أن تضع الكوفية الفلسطينية على رأسها وتقرر نيابة عن الفلسطينيين لا جزئيا ولا كليا. تمكن مهندسون في جامعة تكساس في أوستن من تطوير جهاز استشعاري يمكن ارتداؤه لمراقبة القلب من مواد خفيفة، بحسب ما صرح هذا التقرير، مواد خفيفة بعيدة عن الأوزان الثقيلة قابلة للمد، ومن المؤمل أن يتم استخدامه للمساعدة في مراقبة صحة القلب بشكل أكثر دقة من آلات تخطيط القلب التقليدية المعروفة. كما تم تصميم الوشم الإلكتروني الجديد بحيث يمكن وضعه على جلد المريض، وسوف يقيس مجموعة متنوعة من استجابات الجسم من الإشارات الكهربائية والميكانيكية الحيوية. وجرى تصميم الجهاز للسماح للأطباء بقياس صحة القلب بطريقتين: تخطيط كهربية القلب وتصوير ضربات القلب، وما هو أكثر من ذلك أنه يمكن تجميع هذه المعلومات في وقت واحد، وهذا يجعلها أول تقنية فائقة الدقة في العالم يمكنها أن تفعل ذلك. ويتم تشغيل الوشم الإلكتروني بالكامل أيضا لاسلكيا من هاتف ذكي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.